السلام عليكم. بس حابب أتكلم عن نقطة مهمة جدا في الأحداث الأخيرة اللي حصلت في غزة. إحنا دايما كنا أو اتشبعنا لفترة طويلة إن الناس الغرب دول بيفهموا أحسن مننا، والناس دي الإعلام عندها مش مسيس، والإعلام بتاعهم فيه شفافية وقدر كبير جدا من الشفافية والحرية، ومحدش يقدر يسيطر عليهم و و و و إلى آخره. يعني مش زي عندنا مثلا مصطفى بكري والناس الحلوه دي واحمد موسى وغيره، يعني الناس الافاضل دي، لحد ما وصلنا للاحداث الاخيره ولقينا ان ده كله بلح. يعني مفيش حاجه اسمها اعلام مش مسيس في دول غربيه، امريكا نفسها مسيسه، اللي بيسوق ده كله الاتحاد الاوروبي، اللي بيسوق ده كله الصهاينه فعليا، وهم ما بقوش عارفين يدافعوا عن نفسهم يقولوا ايه. بص على كل الأسئلة اللي في أي برنامج أو أي محاور بيبدأ كلامه مع أي حد، مع الضيف بتاعه، لازم يدي فروض الولاء للناس اللي دافعين له. فتلاقيهم بيقولوا إيه، هل تدين الهجمات الإرهابية بتاعت حماس؟ مبدئيا كده بالصلاة على النبي قبل ما نبدأ في أي حاجة لازم تأكدي المعلومة دي عشان أعرف أكلمك إزاي. لو ما بتدينش تبقى وحش، لا يبقى أنا مش هينفع أكمل معاك يا وحش، أنت أبو ريحة وحشة. فالواحد فعليا مش بيتفرج عليهم، يعني بدل احمد موسى الاسم بيتغير، اللي هو بيرس مورج مثلا، ما هو ده احمد موسى بتاعه، ما احنا ده اللي احنا فهمناه، او يعني اللي احنا استفدناه مؤخرا، ان مفيش حاجه اسمها حريات، مفيش حاجه اسمها ملناش دعوه بالسياسه، لا كل حاجه بتتمحور حوالين السياسه والحريه، ومفيش حاجه اسمها حريه، ده اللي احنا بنعيشه فعليا، مفيش حاجه اسمها حقوق انسان، في حاجه اسمها القوه اللي بتحكم. ده فعليا اللي حصل مؤخرا. طيب الحاجة التانية، شفت بعض معظم الناس الغرب اللي بيعلقوا على الأحداث وهم بيتفرجوا، طبعا الإعلام بيندفع له مليارات عشان ينشر الضلال بتاع دولة الاحتلال. فإيه اللي بيحصل؟ تلاقي أنت كاتب، أو مثلا في أطفال يا عيني حصل لهم اللي حصل لهم، تحت الأنقاض بيطلعوهم، ناس كتير أطفال ماتت الله يرحم الجميع. فتلاقي التعليق بكل يعني عدم إنسانية، يقول لك طب انتوا ليه ما تدخلوش الناس دي مصر؟ هو انتوا مش دولة عربية، هم ناس عرب ومسلمين، دخلوهم مصر بكل بساطة وحلوا المشكلة. لو دخلت، معظم الناس بتتكلم كده، اعلام بيتكلم كده، اعلام صهيوني بيتكلم كده، حتى الذباب الالكتروني بتاعهم بيتكلم كده، الناس الطبيعية الغرب. هو فعلا منطق، ليه ما يدخلوش مصر؟ فانا قعدت افكر، ممكن الناس دي صح، هم اولا يدخلوا على عيننا وعلى راسنا، الناس دي يعني على الراس، ما احنا من ضمن، احنا 120 مليون، هيأثر ايه 2 مليون ونص 3 مليون؟ مش هيأثر في حاجه. ولكن انا لا اسيب ارضي، ما هو انت سبت الارض، طب ما نفكر بقى من وجهه نظر اوروبيه، من وجهه نظر غربيه، لان انا كنت بذاكر بقى وبحلم ان انا اكون راجل اوروبي ورجل صاحب حريات وكلام حلو من اللي انتم بتقولوه، فانا اتعلمت من مدارسكم. ف اللي حصل في اوكرانيا، روسيا الوحشه ضربت اوكرانيا، ليه كلكم رحتوا اوكرانيا وبعتوا سفن وبعتوا زي اللي بتعملوه في اسرائيل دلوقتي، على عكس يعني على عكس تماما، رحتوا بعتوا لهم سفن وبعتوا قوات من عندكم، وكل الدول الاوروبيه والدول الامريكيه راحت بعتت لهم كل المعدات المطلوبه انها تحارب العدو الوحش اللي اسمه روسيا. ليه؟ ما كانوا بكل بساطه دخلوا دوله زي بولندا، كل بساطه ليه دولة بولندا ما فتحتش الحدود؟ ليه الدول الأوروبية ما تفتحش الحدود مع أوكرانيا وتاخد الناس الطيبين البيض اللي زيهم دول تدخلهم عندهم وينهوا الحوار ويسيبوا روسيا تاخد الأرض؟ هو ده نفس المنطق. يعني في ازدواجية معايير في الفترة الأخيرة خلت الناس كلها تفهم إن مفيش حاجة اسمها حريات، والحمد لله العالم كله المفروض يشكر فلسطين والفلسطينيين على الدروس اللي ادوها للناس دي، للعالم كله. يعني الغرب فعلا في ناس كتير صحيت، في ناس كتير ما كانتش مصدقه ان هم عايشين في وهم ان فلسطين دي وحشه واخده ارض، ان احنا اصحاب حريات، احنا في امريكا اصحاب حريات. الناس كلها بتقول لك احنا مش عارفين ندين قتل الاطفال، يعني امريكان بيطلعوا بيتكلموا احنا مش، الدوله بتاعتنا مش راضيه تدين، احنا مش فاهمين ازاي. فهم عرفوا مين اللي مسيطر على كل دول العالم، عارفين مين اللي مسيطر على دولتهم اللي هم بيقولوا رقم واحد في العالم، هم مش رقم واحد، ولا الدولة بتاعتكم تساوي حاجة من غيرهم. ففعليا هم اللي مسيطرين على إعلام وعلى كل حاجة،
والحمد لله على اللي حصل، ان وحد ناس كتير. كل الدول العربية دلوقتي تقريبا، الشعوب مش حكومات، الشعوب، اتكلم على الشعوب، على قلب رجل واحد الحمد لله. الموضوع يعني شوف المقاطعة المرة دي مغيرة في الناس قد ايه، شوف الناس فعليا. انا واحد من الناس قطعت ايام الرسومات المسيئة والى اخره، ولكن مش بنفس القوة دي. عمري ما كنت بمسك منتج كده واقعد ادور افليه ابص فيه نشوف هل المنتج ده فعليا مصنوع في مصر. مصنوع في مصر، طب ما ممكن الشركة تكون امريكية او شركة صهيونية وبتصنع في مصر. ادخل على النت وابقى واقف قدام الحاجة ممكن ربع ساعة 5 دقايق، مش انا لوحدي، ناس كتير قوي بتعمل كده. ففعليا الموضوع وحد الشعوب، واتمنى ان ده يسود، يعني اتمنى ان ده يسود. وشكرا للناس المحترمة ابو عبيدة والناس اللي وحدتنا كلنا برغم التفرقة اللي كانت باينة، وكنا بنقول استحالة الناس دي تتوحد على كلمة، واستحالة ده يحصل، واستحالة حد يعرف يدخل دولة زي هي، مش دولة، ولكن استحالة حد يعرف يعمل كده. بس ده حصل فعليا، وادى امل كتير في الشعوب، وادى امل كتير في الناس اللي خلاص كانت ماتت وقالت لك استحالة ده يحصل. الحمد لله الامل بيتجدد، والحمد لله الامة دي فيها امل، حتى لو انت قلت ماتت ولكن هي ما بتموتش، فيها ناس. تخيل انت دولة 2.5 مليون، منهم كام واحد بيقاتل، موقف العالم كله على رجل، في صمود وفي ثبات، وربنا يثبتهم يا رب على اللي هم فيه. ودعواتكم لهم، لو انت مش قادر، انت مش قادر تعدي الحدود ومش قادر تدافع ولا قادر تعمل اي حاجة عشان الدولة منع، وانت ملتزم كده، ولكن ادعي، صلي بالليل وادعي لهم، تضرع لربنا، ده اللي بايدك. قاطع، ما تقولش يوم واتنين، قاطع الى الابد. الفلوس دي هتدخل جيب واحد مواطن زيك من نفس دولتك او من دولة شقيقة زي كويتي، سعودي، غيره. اشتري لبن مراعي، ما تشتريش الالبان بتاعتهم، وهكذا. الدنيا هتمشي والخير قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.